أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. زي ما عودناكم كل يوم اثنين آخر أخبار الأكاديميات والناشئين والبراعم في مصر. كل يوم اثنين بنتكلم في كل القضايا اللي بتخص الناشئين والبراعم وكل الأخبار المهمة على الساحة الرياضية. طبعا زي ما حضراتكم متابعين خلال 5 سنين برنامج الحريف هو برنامج بيهتم بكل الناشئين. النهاردة معانا حلقة كاملة عن دوري الحريف وعن الأكاديميات المشاركة في دوري الحريف، ومعانا أكاديمية من أهم الأكاديميات المشاركة في دوري الحريف، من الأكاديميات الحاصلة على لقب دوري الحريف الموسم المنقضي لمسابقة 2007 وثالث أو ثاني مسابقة 2011، من الأكاديميات اللي قدرت تقدم نفسها في أول موسم لها في دوري الحريف بشكل مميز جدا وبشكل رائع جدا، وكان وجودها بهذا المستوى وبهذا الأداء الرائع مفاجأة للجميع. النهاردة معانا أكاديمية هليوبلس هنتكلم عنها وهنتكلم عن انجازاتهم وهنتكلم عن طموحاتهم. معانا اثنين بيمثلوا اكاديميه هليوبلس، كابتن حسين فؤاد المدير العام للاكاديميه. منورنا كابتن حسين. منور كابتن محمود، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك وصحتك طيب. وكابتن ايمن فاروق المدير الفني للاكاديميه، من افضل المدربين في دوري الحريف موسم 2020 وكاس الحريف. منورنا كابتن ايمن. منورك يا كوتش، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. الحمد لله في نعم. كابتن حسين، يعني زي ما انا قلت هنبدا بقى على طول على أكاديمية هليوبلس، وزي ما قلنا في المقدمة أكاديمية أول سنة تشاركوا معنا في دوري الحريف السنة اللي فاتت، ولكن كان أدائكم وشكلكم ملفت من ناحية التنظيمية، من ناحية الأداء، من ناحية الأخلاق، حتى على مستوى أولياء الأمور، يعني كان يعني شكل رائع ومستوى رائع. كل الناس انبهرت بأكاديمية هليوبلس. الأول أكاديمية هليوبلس بدأت إمتى وفكرتها جات إزاي، والهيكل التنظيمي داخل أكاديمية هليوبلس بيمشي إزاي؟ والله يا كابتن محمود، احنا الاول مبسوطين ان احنا مع حضرتك طبعا، مشرفين النهارده، ربنا يخلي حضرتك طبعا. احنا بدانا الاكاديميه بالظبط 16/6/2019. 16/6/2019 تمام. انا اصلا من مواليد نادي الغيبه، انا وكابتن موني ومواليدين في مصر الجديده. وحبينا ان احنا لما نعمل اكاديميه، احنا لعبنا كوره الحمد لله ولعبنا على مستوى كويس يعني في انديه كويسه. حبينا لما احنا نعمل اكاديميه نعملها جوه نادي الغيبه اللي احنا اتولدنا فيه وقدام بيتنا وفي الاريا بتاعتنا، فحبينا ان احنا نبقى مميزين قوي في الاكاديميه بتاعتنا. فالحمد لله يعني اول سنه طبعا ان احنا نشارك مع حضرتك لما سمعنا عن دوري الحريف، والحمد لله يعني في الاول احنا مشينا طبعا بمستوى مش اللي احنا كنا متوقعينه، بس الحمد لله بعد كده. انت اشتركت في دوري الحريف بكام فرقه في الاول في الدوري؟ اشتركنا ب 2011 و12 و2009 و10 و2007 و8 و2001 2002. ده كان السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي خلصت لسه. 19 20 بنتكلم عن السنه الجديده 19 20. تمام. اشتركت بالاربع فرق. البدايه يعني كانت ازاي والنتائج كانت ايه، وكنت ولما انت جيت تشترك يعني كان اهدافك ايه وطموحاتك ايه؟ والله انا كان هدفي ان انا كنت عايز اخلي الاولاد ما يبقاش ان احنا نلعب منتوشه وديه وخلاص، او ان احنا نتمرن وخلاص. في الاخر الولد هيجي له وقت او هيجي له سن معين ان هو لازم يلعب في مستوى كويس انديه وكده. فقلنا ولد مثلا مواليد 2011 8 سنين و7 سنين، ان احنا نخليه ان هو يخش يجرب بطوله ويشوف فيها حكام ويشوف فيها كارت اصفر واحمر، والموضوع ده بالنسبه له بيتخض. طبعا. وده طبعا اللي احنا مرينا بيه في الاول. الولد كان مخضوض لما بينزل يلاقي حكم ويلاقي مراقب ويلاقي ناس بتتفرج عليه. يعني في الاول ما مشيناش بالمنظر اللي احنا كنا عاوزينه، بس الحمد لله بعد كده ابتدينا ان احنا الولد ابتدى يتعود بقى ويطلع الحاجات اللي جواه الحمد لله. تمام. كابتن ايمن فاروق الشهير بموني. ايوه. من افضل المدربين في يعني. ربنا يخليك يا كوتش. الناس كلها بتشيد بيك وبتشيد بشغلك وبتشيد بالاكاديميه بشكل عام. برضو انت حضرتك المدير الفني للاكاديميه. ايه الفرق ما بين طبيعه شغلك وشغل حضرتك ودور حضرتك ودور الكابتن حسين، وايه يعني مهام الوظيفه اللي انت بتقوم بيها؟ هل انت مسؤول عن تدريب فرقه معينه، ولا المدير الفني لكل الفرق، ولا بتشرف على كل الفرق، ولا يعني طبيعه الشغل داخل الاكاديميه لحضرتك ازاي؟ احنا طبعا يعني كلنا تحت الكابتن حسين في الاكاديميه، فهو هو بيشوف بيوظف. احنا في عندنا 4 5 كباتن كمان معانا في الاكاديميه. فهو بيشوف بيوظف كل موسم وعلى حسب كل مدرب وقدراته بيشتغل مع فرقه معينه. ممكن مدرب يشتغل شخصيته مثلا قويه عايز يشتغل مع ناس الفرقه الكبيره، في مثلا واحد مدرب
بيعرف يتعامل مع الاولاد الاطفال الصغيرين، فلازم طبعا كابتن حسين هو اللي بيشوف بيقيم المدرب وعلى حسب قدراته الشخصيه بنواجه بقى تمسك فرقه ايه، مين يمسك فرقه، مين يمسك الفرقه الثانيه، وبنشتغل كلنا بقى على حسب التوجيهات بتاعه الكابتن حسين يعني. لكن انت بدات في الاكاديميه من 6/2019 ولا بدات بعد كده؟ احنا من المؤسسين، من المؤسسين متربي معايا. احنا متربيين مع بعض انا والكابتن حسين في اي حاجه في الكوره يعني، احنا مع بعض على طول من الاول، من اول ما بتبتدي اي حاجه بنبتدي مع بعض احنا الاثنين. كان ليك تجارب يعني. لعبت يعني على لعبت في انديه لعبت انا والكابتن حسين في اليوبليس، ولعبنا في نادي الغابه اللي احنا عاملين فيه الاكاديميه دلوقتي، وانا صغير كنت بلعب في الشمس يعني. تمام. لعبنا برضو في المحيط بتاع مصر الجديده يا كابتن حسين. يعني مستوى اللعب بتاعك برضو كان في محيط مصر الجديده، فانت بصراحه انا من عشاق مصر الجديده، ما بعرفش اخرج منها. حتى لما رحت اتمرنت 6 شهور انا وكابتن موني برضو في الاهلي، ما قدرتش كملت 6 شهور مع كابتن فتحي مبروك، بس ما كنت حاسس ان انا مش مبسوط يعني. بس الحمد لله كان نصيب. دي طبعا ده طبعا قبل ما اقول لك امتى، دي اللي بتتعرض صور ليكم، دي من نهائي دوري الحريف ده يا كابتن. ده صح؟ 2011 ده نهائي الكاس. ده نهائي الكاس. انت 2011 خدت فيه ثالث. 2011 الكاس خدنا فيه ثالث، و2007 خدنا فيه الاول. و2007 خدنا فيه الاول. تمام. ده الجيل الصغير ده من افضل الاجيال الصراحه اللي انا شفتها حتى في المستوى الدوريات والكاس. يعني بصراحه الناس حتى يعني اشادت بيهم بادائهم. لا ده كان دوري يعني ممتع. الدوري بتاعكم في الوفاء والامل كان فيه مدربين محترمين جدا. لا كان ممتع، وكانت من اقوى البطوله. كان بصراحة كان فيوتشر وبايونيرز. بصراحه كابتن احمد سعيد محترم وكابتن كرامو، وكان الصفوه وكان اليوبلس. يعني كان اربع خمس ست فرق حق الرياده. كنت اول مره اشوفهم بصراحه مبسوط. دي ده الجهاز الفني 2007. الجهاز الفني طبعا معانا كابتن سيف ترك، وكابتن احمد جمال جوجو، ومعانا كابتن مامي مدرب الحراس، ومعانا كابتن منال يسري. ده الجهاز الفني 2007. لا ده الجهاز الفني بتاع الاكاديميه كلها. بتاع الاكاديميه كلها. الاكاديميه كلها. بس ده طبعا في صوره تذكاريه حصلنا على الكاس. تمام. وده بقى صور اولياء الامور بتاعتنا، ناس محترمين جدا يعني. على طول في ظهرنا. تمام. من 2019 لحتى الان يعني تقريبا بنتكلم في سنه وثلاث اربع خمس شهور. طب داخل على سنه ونص. اتغير ايه او ايه اللي اتطور في الاكاديميه؟ اتغير كتير بصراحه يعني. تعبنا في الاول لما جينا نفتح الاكاديميه. طبعا حضرتك عارف اكاديميات يعني بقت منتشره غير الاول. احنا ما كانش فيه على ايامنا اكاديميات. دلوقتي بقى في مثلا في النادي عندي في الملعب بتاعي مثلا 6 7 اكاديميات، وفي النوادي الثانيه. اتغير ان احنا كنا في الاول لسه كنا بنقف على رجلينا. وبصراحه يعني هي لما اتكلمت مع كابتن موني ان احنا عايزين ندخل بسرعه حاجه، هو برده استغرب، بس اتكلمنا مع بعض وقلنا له في مسابقه اسمها الحريف. نجرب ليه لا يعني. انا مش عايز برده ادرب الولد وخلاص من غير هدف. ده طبعا كان بعد يعني مفيش احنا حضرتك يعني سمعت عن البطوله في نص 7 بالظبط. اشتركت على طول 15/8 بالظبط. البطوله ابتدت في 5/9 6/9 تقريبا. فاحنا يا دوب حتى الاحمال التدريبيه والبني احنا ما كناش لسه علينا بيهم. عشان كده خدنا في اول الدوري كام خبطه كده عطلتنا، بس الحمد لله يعني ان احنا نسلم نفسنا في الكاس. واتغير بقى كتير الصراحه يعني. الاولاد الاول غير دلوقتي. ابتدوا بقى ياخدوا على الجو الماتشات ويشوفوا بقى في دوري الحريف. بصراحه دوري قوي يعني. في كام فرقه انا لعبتهم. لا دوري انا بالنسبه لي اكتسبت بيه خبرات جدا، بلعب مدربين بيفكروا تكتيك عالي. 2011 دلوقتي بقت ولاد خلاص يعني. السنه اللي جايه او اللي بعدها تقريبا هلعبوا خلاص بطوله رسميه. وانا دلوقتي بيبقى لهم كارنفال في الاتحاد طبعا. لا والولد بقى عنده هدف كمان يا كابتن محمود يعني. الولد بقى نازل التمرين، مش رايح بقى راح يتمرن يلعب ويهزر ويمشي. بالزبط. لا رايح عنده هدف. والكابتن الجمعه او السبت واحنا بنكلمهم ان اللي مش هيشتغل كويس في التمرين مش هيبقى موجود في الدوري. فالولد عنده هدف. عنده حاجه راح يحققها. لا انا بلعب على بطوله، عايز اخد بطوله، عايز اشيل كاس يعني. الاولاد حتى اولياء الامور نفسهم حتى بيساعدونا في الموضوع ده بشكل كبير جدا. فالولد بقى عنده هدف مختلف، غير ان هو جاست ان هو رايح يتمرن في اكاديميه ويتروح وخلاص متشكرين على كده يعني. فلا الفكره طبعا ودوي قوي جدا يعني. اكتسبتوا طبعا من كلام الكابتن حسين ثقه اولياء الامور، والوضع اختلف والوضع تطور في الاكاديميه من 2019 للنهارده. طبعا العوامل اللي ادت لكده يعني ازاي وصلتوا للمرحله دي؟
طبعا اول حاجه الحب, الحب طبعا والاخلاص في في الشغل. احنا كلنا بننزل الشغل, كلنا بنشتغل الصبح يعتبر, بنعتبر ان الاولاد دول زي اولادنا وزي اخواتنا, بنشتغل معاهم باخلاص, بنشتغل معاهم باللي احنا اتعلمناه في الـ في الـ في الكوره. مش موضوع, مش موضوع بيزنس بس ولا حاجه, ده شغل واولاد في ايدك, لازم تعلمهم تعليم كويس, ولازم تطلعهم, لازم تحسن المنتاليتي حتى بتاعتهم الفكريه, وتقدر ان انت تخلي الولد يبقى زي ابنك فعلا, مش حاسس ان انت مجرد هتشوفه في التمرين وبعد كده خلاص. فطبعا ده كلها حاجات بتخلي اولياء الامور يثقوا في الاكاديميه, والحمد لله يعني حققنا نجاح في السنه دي, يعني عدى اللي احنا كنا متوقعينه الحمد لله. يعني اكيد كابتن حسين, صعوبات واجهتك طبعا زيك زي اي اكاديميه بتفتح في الفتره دي, زي ما انت قلت اكاديميات كتير, فاي اكاديميه بتفتح مهما كان اسمها ومهما كان الناس اللي ماسكينها ومهما كان الشغل اللي هي شغاله, اكيد بيبقى فيه صعوبات كتير. انت الصعوبات ايه اللي واجهتك في البدايه وازاي تغلبت عليها؟ والله انا تقريبا مش فاكر ان في صعوبات واجهتني بصراحه. يعني انا برضو لما جيت افتح فتحت في مكان متربي فيه, احنا نادي الغابه, نادي الغابه. وصراحه انا فاكر ان انا كان وقتها قبل العيد الصغير, وعندنا رئيس النادي باشمهندس سعيد اسماعيل, انا اتكلمت معاه قلت له يا باشمهندس انا, هو عارف انا متربي في النادي وهو مربيني وكده, قلت له انا حابب ان انا افتح مشروع اكاديميه والمجال, هو الراجل طبعا مربيني وعارف دماغي وعارف فكري. فقلت له بس كل طلبه من حضرتك ان انا يعني مش عايز اطول في الاجراءات وكده. هو الحمد لله يعني الباشمهندس تفاهم الموضوع, ان احنا يا دوب العيد خلص من هنا وكنا بعديها باسبوع فتحنا. فانا ما فيش يعني حاجات واجهتني بصعوبه قوي في الاول. اللي واجهني بعد كده بقى طبعا في الاول الشتاء لما دخلنا عليه, المطر والعوامل اللي هي بتبعد. طبعا على الجيل طبيعي ولا هناك على الملاعب؟ في طبيعي وفي صناعي. انت بتتمرن على ايه؟ احنا بنتمرن على الصناعي, بس الفتنس كله, ان احنا برده ما بنشتغلش كوره بس. يعني انا بحاول ان انا اطبق يعني الشغل اللي بره اكتر, اللي بره اكتر اخر حاجه بفكر فيها الكوره. تمام. بيبتدي بقى ان انت بتعمل لهم رحله, ان انت بتنزل بول, بنشتغل فيتنس, بنشتغل دايما حاجات اكتر من الكوره. بعد كده الكوره بتيجي في الاخر بتخلي الموضوع ان احنا كلنا تيم واحد مع بعض. فاحنا شغالين في المدير الطبيعي الفيتنس, وشغال في صناعه الكوره التكتيك والخطط والحاجات دي. تمام. كابتن ايمن, يعني برضو الملاحظات اللي انت شايف كنت بتتكلم فيها مع كابتن حسين, احنا عندنا عايزين نعمل كده عشان نطور, كابتن حسين بيتكلم, الحاجات اللي انتوا اشتغلتوا عليها الفتره اللي فاتت لحد ما بقى اكاديميه هليوبوليس من اكبر الاكاديميات اللي موجوده في الاريا او في المنطقه بتاعه مصر الجديده وفي القاهره بشكل عام, يعني ايه اللي انتوا كنتوا مهتمين او اللي انتوا اتطوروه في الفتره دي؟ نمره واحد الشكل العام للاكاديميه, اليونيفورم, شكل الاكاديميه, شكل الولد, الاخلاق بتاعت الاكاديميه, الاولاد لازم تبقى اولاد يبقى داخلين يبقى شكلهم شكل مفرح للناس. الاخلاق بتاعتهم تبقى اخلاق كويسه, مفيش حد, انت زميل في الملعب زمايل وبنتنافس مين يكسب ومين يخسر, بره الملعب خلاص خلص الموضوع وانتهى. النقطه الثانيه اللي كنا مثلا برضو كان عائق, انا يعني بكمل كلام الكابتن حسين, كان في الاول كنت حضرتك دايما داوي الحريف الصبح واحنا بنتمرن بالليل, فكان دايما عندنا مشكله ان احنا بنيجي بالليل, بتبقى الولاد بتتمرن في جو وتلعب الصبح في جو تاني, فبتحس ان القصه الولاد بالليل غير الصبح, بنروح الصبح في الاول, مشكله كبيره. اتكلمت مع الكابتن حسين كذا مره لغايه لما اتكلمنا مع اولياء الامور, قلنا لهم لازم نتمرن الصبح, والناس بتساعدنا وبتقف جنبنا الصراحه. ف يعني الحمد لله عدينا المرحله دي وقدمنا بصراحة يعني اداء احسن بسبب كتير. بسبب فكره كابتن موني برده بصراحه, من بعد ما اتمرنا الصبح كنا خلاص, يعني كان اخر شهر ونص في البطوله ودي اللي وقفتنا على رجلينا, او اخر شهرين. طبعا من عوامل النجاح في اي مكان المدربين اللي معاك, طبعا ازاي مين هم وازاي اخترتهم او ازاي بتختار المدربين عندك في الاكاديميه؟ بص, هو صراحه يعني فكره ان احنا لما جبنا المدربين, انا طبعا اشتغلت بمدربين من بره النادي وجربت الفكره. بصراحه انا كنت دايما بشوف ان عشان تنجح في الاكاديميه لازم تبقى الناس انت عارفها, عشان عارف شخصيتها وعارف هتقدر تعمل ايه وامكانياتها. فجربت في الاول وما وفقنيش الحظ يعني ان احنا نشتغل مع ناس كويسين.
او ناس كانت معانا وما كملتش. بعد كده بقى قعدت مع كابتن موني وفكرنا ان احنا عشان نجيب ناس شبهنا وناس تبقى موجوده من المتربيين معانا. جبت كابتن سيف ترك برده من مواليد الغابه، جبت كابتن جوجو برده من مواليد الغابه، جبت كابتن محمد من مواليد الماظه، نادي الماظه ساكن جنبي برده في هارون، وجبت كابتن منال يسري. تمام. فيعتبر كلنا يعني اخوات قبل اي حاجه واصحاب. وهذا بالنسبه لي انا شايف ان النجاح اللي احنا وصلنا له بالمجموعه دي. يعني كل اسبوع هم الصراحه بيتعبوا وبيشتغلوا عشان الولاد يستفادوا بحاجه، لان احنا برضو انا معتقد ان الاكاديميه غير كره تربيه. اكيد احنا بنربي اكتر الاجيال في التمرين اكتر ما بنلعبهم كوره. تمام. يعني برضو زي ما في أكاديمية اليوبلس بنتكلم عنها النهاردة من التجارب الناجحة في مصر الجديدة، في تجربة كويسة، تجربة أنا بصفة شخصية عجباني بشكل كبير جدا، وهي تجربة الدورات المصغرة اللي على الملاعب الخماسي، اللي أنا لما بتفرج عليها أو لما بشوف حاجات منها بفتكر بقى دورات رمضان اللي احنا كنا بنلعبها بقى زمان ايام يعني بعد الفطار ولحد السحور في الملاعب الخماسي وفي الشوارع وفي الكلام ده كله. كابتن ياسر جمال وهو حكم من حكام دوري الحريف عامل حالة رائعة عنده في الصف في الجيزة، وكل فترة بيعمل لنا مجموعة من الدورات الرمضانية او مجموعة من الدورات الخماسي الشبيهة للدورات الرمضانية، حاجة رائعة وحاجة ممتازة جدا. هنشوف اخر دورة للكابتن ياسر جمال، دورة العالمي، وبعد الدورة وبعد ما نشوفها هنرجع نستكمل حلقتنا مع ضيوفنا الكرام. يعني بنهني الكابتن ياسر جمال على نجاح البطوله اللي كانت على روح الشهيد احمد المصري في ملعب الاحلام، وزي ما قلت لكم بطولات رائعه وجميله وممتعه، وانا بشوف حاجات كتير جدا على الفيسبوك عنده وعلى الواتساب بتعجبني بصراحه، يعني بترجعنا للزمن الايام بقى ما كنا بنلعب في الدورات الرمضانيه والزمن الجميل ده.
كابتن حسين منورنا، منور حضرتك كابتن محمود، وكابتن ايمن منورنا، وحسين احنا مع حضرتك النهارده. تاني برضو نستكمل كلامنا على هليوبلس، اتكلمنا عن الاكاديميه ما قبل دوري الحريف او على نشاه الاكاديميه، دخلت في بطوله الحريف. بطوله الحريف شفت المنافسه فيها ازاي، وازاي قدرت توصل بفرقه 2011 و2007، 2007 بطل كاس الحريف، 2011 ثالث دوري الحريف. طبعا انا مقدر الكلام اللي انت بتقوله وعايشه كويس جدا، انك تعمل اكاديميه في خلال شهرين وتوصل للمستوى ده، او خلال 3 شهور وتشارك في مسابقه قويه والفرق اللي فيها قوي توصل للمستوى ده. يعني اكيد برضو في كلمه سر، او اكيد يعني في حاجه احنا ممكن ما كنتش واصله لنا قوي او مش فاهمينها قوي، ان في خلال 3 شهور تقدر توصل بالشكل ده. عملت ايه وازاي شفت المنافسات في البطوله؟ والله يا كابتن محمود زي ما حضرتك بتقول، انا الصعوبات اللي قابلتني يعني تقريبا لكل بسبب ده كورونا. رقم اكاديميه هليوبلس بنادي الغابه، ده للتواصل مع الاكاديميه. اتفضل يا كابتن. ف يعني اعتقد اكتر حاجه قابلتني وقابلت كل المدربين هي فتره كورونا. يعني احنا لما دخلنا على الكورونا كنا ماشيين كويس، وكان كل تخوفي في الوقت اللي هنقعده مش عارفين هنرجع امتى. حتى انا كنت دايما بتواصل مع حضرتك، طبعا كانت ظروف البلد مش بارادتنا احنا. كنت كل اللي بقدر اعمله ان انا انزل بالولاد نجري، تمام، نلف الكليه الحربيه، نعمل اي رياضه، بحيث ان احنا لما نرجع حضرتك برضو، لما يعني احنا برضو من نجاح حضرتك برضو ان انت قدرت ان انت تستكمل البطوله، ودي كانت انا بالنسبه لي كنت شايف ان انت مش هتستكملها يعني. لا طبعا، او كل الناس كانت متوقعه ان انت تتكلم في 4 شهور التوقف. انا قلت الصراحه مش هنستكمل البطوله. فالنجاح اللي حصل ان هو كمان من المدربين وطلبوا ان هم يعني عدم استكمال البطوله ونبدأ كان نجهز للموسم الجديد. ده كان هيبقى من الفشل الصراحه. بس وهم كانوا بيقدموا الاعذار للحريف، يعني انت لو ما استكملتش البطوله فانت عندك الاعذار، فمحدش هيلوم عليك. لكن احنا طبعا عندنا المصداقيه اهم حاجه، احنا بدانا بطوله وواجهنا صعوبات كبيره جدا عشان نستكمل البطوله، ولكن كنا يعني عندنا اصرار وتصميم ان احنا نستكمل. لا بصراحه دي كانت من الحاجات اللي فاجئتني، وكنت مبسوط ان برده مش عايز ارجع هبستنى لسه نحضر لموسم تاني ومش عارفين هيبتدي امتى. فكون حضرتك انت تستكمل البطوله بعد فتره التوقف دي بقى المشاكل اللي قابلتنا. البدني، الكوره بعيده، توقفنا 4 شهور. حاولنا ان احنا بقى في الفتره دي ان احنا الصعوبات نرجعها، ان احنا ضغطنا على نفسنا. طبعا كان الجو بقى داخل الصيف، الصيف ده بقى كان الجو طبعا كان كنت عازر حضرتك، واحنا الصراحه كنا كان صعب جدا، وكنا حضرتك كمان كنا بنلعب ماتش ونكسب، وبنقعد نستنى اللي بيلعب زينا وبيكسب عشان نلعبه تاني ونكسب، او ان احنا كان الموضوع كان هلاك. كانت الولاد كمان كانت الارضيه صعبه جدا ان انت تلعب عليها، كنا عازرينها. بس بصراحه يعني ما فيش حاجه بتطلع الا لما تتعب فيها. اكيد طبعا. لما صراحه حصلنا على 2007 بتاعت الكاس البطوله، بصراحه دي كانت من احسن اللحظات اللي انا او الكباتن او الولاد او اولياء الامور وصلنا لها. دي بجد كانت دي بقى بعد التعب ده كله اللي احنا حسيت بقى طبعا ان احنا تعبنا له في الاول، ان احنا كنا عايزين نوصل للمرحله دي. والحمد لله. انما حضرتك ان انت تستكمل البطوله دي كانت نجاح من حضرتك بصراحه، ان انت تستكمل البطوله بعد فتره التوقف. احنا اللي بنحييك بقى كابتن محمود ان انت بعد الفتره دي انت قدرت انت تكمل البطوله، وان احنا نكمل وناخد البطوله فيها. بشكر كل الاكاديميات المشاركه، لانه فعلا زي ما حضرتك بتقول وبتتكلم واجهتنا صعوبات كبيره جدا، وكان لازم نضغط الماتشات، وكان لازم نضغط المباريات، وان الاكاديميات تستحمل، وان الاكاديميات تتعاون بالشكل ده. فطبعا احنا اللي بنشكر كل الاكاديميات اللي بتشارك، وده عندنا دايما منظومه صراحه، الاكاديميات المشاركه في دوري الحريف احنا بنعتبر صراحة نفسنا كلنا منظومه واحده، يعني كلنا بنساعد بعض. طبعا وحضرتك بتتكلم يا كابتن ايمن، ده فيديو بتاع نادي هليوبلس، او ممكن تعلق عليه برضو يا كابتن حسين قبل ما نروح للكابتن ايمن. دول الاولاد بقى وفاطمه ويزيد، وصراحه يعني كل ماتش كنا بنكسبه كنا ممكن ان احنا نعزمهم على الاكل بقى او ايس كريم. خسروا فلوس كتير. جدا. انا دفعنا كابتن محمود اكتر من اللي اخذناه في الاكاديميه. جدا. بس بصراحه يعني كل حاجه كانت احنا كنا مبسوطين بيها، يعني الولاد شكلهم، حتى احنا لما اخترنا ان احنا على فكره ان الديزاين اللي عمله لي ده طبعا بشكر فيه كابتن ميمي. طبعا كابتن ميمي. كابتن ميمي غنيم هو اللي عمل لي الديزاين، طبعا مش الموف، الكحلي. اللي احنا ابتدينا بيه البطوله. كابتن ميمي صراحة عمل تصميم جميل، وهو اللي عمل لي ديزاين. كابتن ميمي يعني اشتغل في الملابس برضو قريب،
نابلس قريب زي عرفت. زي ما انتوا اشتغلتوا يعني في 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 هليوبلس قريب، لكن نفس التجربه تقريبا نجاح. عمل نجاح كبير جدا بصراحه كابتن ميمي. الانديه في مصر بتتعاون مع كابتن ميمي، وبالمناسبه كابتن ميمي هو رقمه اللي محطوط على الشاشه بتاع الانديه الانضمام لانديه الانتاج والترسانه والاسماعيلي، برضو اللي عايز يتعاون مع كابتن ميمي او مع المصنع الخاص بالكابتن ميمي بصراحه حاجه محترمه جدا لاي ملابس رياضيه، فيقدر يتواصل مع الكابتن ميمي. بصراحه عمل لي ديزاين جميل، حتى الترنجات عمل لي ديزاين انا كنت محتاج ان انا اعمل الديزاين ده، وعملوا لي احسن ما انا كنت عاوزه. فانا بشكر كابتن ميمي بصراحه تمام. على الحاجه الجميله اللي هو هداها لنا دي. دي بقى الصور دي كلها من السنة كلها خلال السنة صراحة سنة كلها بمراحلها بقى 2007 و 2011 الجيل الممتاز، 2007 الجيل الممتاز جدا. وصراحة بقى كل حاجة كل ماتش وراه فرحة بتينا بنتصور صورة جميلة زي دي. ودول أولياء الأمور طبعا. تمام كابتن أيمن، قول لي بقى يعني الفرق اشتركتوا 2001 و 2005 و 2007 و 2011 و 2009، لو قيمت تجربه كل فرقه دخلت في بطوله الدوري وفي بطوله الكاس، ومش من يعني انا دايما وبقولها للمره المليون ما ببصش اول النتائج في بطوله الدوري بشكل عام، يعني عندي ان الفرق والاكاديميات تحتك وتستفاد من الاحتكاك بتاعها ونقدر نطلع لعيبه كويسه من البطوله، ده اهم حاجه او في فكرتنا في الحريف بشكل عام. لكن انت تجربتك بشكل عام للفرق اللي انت دخلت، يعني شايف تجربه 2001 عامله ازاي، وشايف 2005 عامله ايه وشايف 2007 عامله ايه، ومين اللي استفاد هنا قوي، ومين اللي كان ناقصه حاجات هنا شويه هتشتغلوا عليها الفتره الجايه؟ احنا عندنا فرقتين الصراحه متميزين جدا جدا، وربنا كرمنا باولاد يعني فيهم اولاد يعني ممكن تبقى لعيبه كوره كبار جدا. فرقه 2007 وفرقه 2011 الفرقتين دول فرقتين مميزين جدا عندنا، فيهم لعيبه كوره كويسه، فيهم لعيبه كوره هايلين. زي مين؟ هايلين يعني. قول لنا اسماء. يعني عندنا في 2011 مثلا يزيد، وعندنا فاطمة بطة. صح. فاطمة هي حديث الدوري. فاطمة دي حديث الدوري. طبعا بنوتة طبعا. مميزة جدا. تلعب ما شاء الله في الطيران. تلعب في الطيران. موريد كام يا كابتن؟ 2011 ما شاء الله. لعيبة مميزة جدا صراحة يعني. عندنا يوسف عمرو. عندنا مالك. لا عندنا لعيبة كويسة جدا. يوسف ياسر. عندنا لعيبة كويسة جدا. حسن محمود حسن. عندنا مالك. عندنا لا صراحه يعني بودي محمد ايهاب بودي بودي. عندنا ادم أو. عندنا سيف ادم وسيف. صح. 2011 بصراحه مش قادرين يعني مش عايزين ننسى حد، بس بصراحه 2011 الجيل كله متميز. كله بصراحه 2011 كله 11 و12 11 و12 هو 11 و12 كنا ده ممكن تلاقي منه لعيبه في يعني في انديه دوري ممتاز او يعني. احنا في اوريدي عندنا حسن محمود حسن في المقاولين عندنا مالك احمد محمود بيلعب في الاهلي عندنا فاطمه بتلعب في طيران في كام لعيب اعتقد يعني ان شاء الله يعني انا فاكر ان حضرتك في حد من الاسماعيلي كلمنا كمان في 2007 كان لعيب اسمه يوسف دي ماريا وعبد الرحمن جيلبرتو ومحمد صلاح الحارس الجول كيبر وبودي وشادي وعندنا لعيبه كتير وباسل في كانوا عايزين اربع خمس لعيبه الاسماعيلي، بس انا بصراحه كانت الولاد برده محتاجين ان هم يعني يجربوا كمان معانا السنه دي يقعدوا يكسبوا خبرات. فلا بصراحه 2007 و2011 فرقتين متميزين جدا، وبرضه مش تقدر تخش وتاخد كل حاجه او من البطوله يعني 2005 2001 المستويات اللي فوق الناشئين دي بقى بتبقى اصعب. طبعا دي لو انت مش متجمع بقى، لو انت متجمع مش هتعرف تعمل اي حاجه. انت لازم بقى تاخد وقتك وتمارينك، لان ده حمل بقى تاني خالص غير يعني لازم اعتقد فرقه بطوله بتتولد من اول ما بتبتدي الاكاديميه أكيد. شهرين ثلاثه صعب او ان انت توصل بيهم، انما 2007 12 سنه و2011 7 8 سنين تقدر انت تشتغل معاهم وتعمل حاجه. عندنا يعني فرقه 2009 برضه فرقه كويسه، بس هي دي الفرقه اللي محتاجه برضه يعني. بس انا اعتقد ان 2009 مش يعني هو بس المشكله بتقابلنا فيها ان هي فريق مش كامل قوي. لسه محتاجه حبه عناصر. 2009 2009 2010 في عندنا علي احمد عيسى ممتاز، عبد الرحمن وحيد، عندنا فيك في كام، عندنا يوسف شرقاوي، بس هو الفريق كله مش يعني لسه حديث عليه. يعني لما 2011 يوصل ل 2009 يبقى 10 سنين و11 سنه يبقى الموضوع مختلف. كابتن ايمن، السنه دي في الحريف هتشتركوا بايه؟ المواليد اللي انتوا داخلين بيها؟ داخلين ب 2006 و2007 طبعا و2005 عشان احنا فردي ف5 و7 كده مسابقه 5 و7 2007 ودخلنا ب 2011 2011 2012
2012 يعني خمسه اللي هي نفس الفرقه، سبعه نفس الفرقه اللي نفس الفرقه اللي احنا دخلنا في 2011 نفس الفرقه. هي بس المسابقه المنفصله اللي حضرتك دخلتها دي 2012 دي بقت مسابقه لوحدها. تمام. طيب برضو هنشوف تقرير تاني من الفرق اللي بتستعد وبتجهز لدوري الحريف، هو نادي العبور ومن الانديه المشاركه في دوري الحريف السنه دي ومن الانديه اللي هتستضيف بعض المجموعات على ملعبها. هنشوف نادي العبور بيستعد ازاي لدوري الحريف، المدربين قالوا ايه في نادي العبور والمسؤولين قالوا ايه واولياء الامور قالوا ايه، وهنرجع نستكمل حلقتنا مع الكابتن حسين والكابتن ايمن. اهلا بكم متابعي ومشاهدي برنامج الحريف، واهلا باستاذ محمود الشيخ. معانا النهارده من نادي العبور المهندس محمد رفعت عضو لجنه الكوره وعضو مجلس الاداره. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، شرفتونا ونادي العبور منور بدوري الحريف، والحمد لله احنا كنادي العبور نستطيع الان نستضيف اي فعاليات على مستوى كره القدم او على اي مستوى الالعاب بعد الملاعب الجديدة اللي احنا الحمد لله افتتحناها، وبقى عندنا بنية تستطيع ان هي تقام عليها البطولات. مجلس الإدارة الحمد لله في خلال الفترة الأخيرة سنة تقريبا بقى عندنا أربع ملاعب كرة قدم، منهم ملعب نجيلة طبيعي، عندنا ملاعب متعددة في السلة والطايرة، عندنا ملعب انزلاق، يعني بقى أصبح عندنا منشآت كتيرة جدا تستطيع ان هي تستضيف اي بطولة على مستوى، اقول لحضرتك على مستوى مصر كلها، وممكن بطولات عالمية في بعض الالعاب ممكن نستضيفها عندنا في نادي العبور. فاهلا بكم وشرفتونا، وباذن الله تبقى فعالية ناجحة باذن الله ان شاء الله. معنا الكابتن مجدي حامد رئيس قطاع ناشئين بيب لنادي العبور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، اهلا بحضرتك نورتونا. كلمنا عن استعدادات النادي هنا لبطولة الحريف. والله الحمد لله احنا بقالنا بتاع شهرين بنجهز الفرق واشتغلنا يعني شغل كويس جدا، وان شاء الله هنعمل ماتشات كويسه جدا. احنا داخلين ب10 فرق لدوري الحريف، خمسه ناشئين وخمسه براعم، وان شاء الله ربنا يكرم. واحنا طبعا انا بقالي فتره بسمع عن دوري الحريف وعارف ان هو دوري كويس جدا وعامل نتائج كويسه جدا ومعوض الاولاد عن عدم اشتراكهم في الانديه وعدم اشتراكهم في الدوري وكده. فاحنا قلنا لازم نشترك يعني نشترك في الدوري، وتكلمنا الكابتن محمود الشيخ، عرفنا طبعا عن طريق الاعلانات، كلمنا الكابتن محمود الشيخ وكان الكابتن فيصل معانا هنا موجود، فجاب لنا الكابتن محمود الشيخ وجه قاعد معانا هنا وتم التعاقد، وانا بتمنى التوفيق بقى اليوم هم يجوا عندنا يتشرفونا وتنورونا ان شاء الله. معانا المستشار علاء السيد، ده عضو مجلس الاداره وعضو لجنه الكره لنادي العبور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم واهلا بالحريف عندنا في نادي العبور وشرفتونا ان شاء الله. كلمنا عن النادي. نادي العبور نادي حديث، نادي لسه يعني حديث العهد شويه، هو من سنه 2007 انشئ حديثا، انما قطاع كره القدم والملعب اللي انتوا واقفين فيه ده كله ده تم سنه 2020 السنه دي، والحمد لله عندنا اربع ملاعب كره قدم في نادي العبور، اربع ملاعب كره قدم، ثلاثه نجيل صناعي واستاد على مستوى محترم جدا، والحمد لله ان شاء الله عندنا حجم انجازات تم في قطاع كره القدم كبير، وها ماشيين ان شاء الله على خطه سليمه عشان نحط نادي العبور على مصاف الانديه الكبرى ان شاء الله. كلمني عن الانجازات اللي حصلت في الفتره ديت في النادي. احنا استلمنا النادي مجلس اداره الدكتور حسام عبد العزيز، استلم النادي نجح في انتخابات 2017، استلم النادي في 2018، قدرنا من 2018 ل 2020 يعني في خلال سنتين كنا انتهينا من اعمال اربع ملاعب زي ما قلت لحضرتك كره قدم، ما كانش فيه ملعب كره قدم قانوني في نادي العبور. احنا جينا ما فيش ملعب، كان فيه ملعب بسيط وكان تم تجريفه، احنا جينا بنينا اربع ملاعب كره قدم، منهم ملعب استاد نجيلة طبيعي زي ما قلت لحضرتك على اعلى مستوى، وان شاء الله جاري الفتره القادمه بعمل مدرجات
عشان نستقبل فيه مطوشة، ويعني وعندنا فريقنا فريق الدرجة الأولى بيتمرن عليه، وبإذن الله ماشيين برضه على خطة كويسة في قطاع كرة القدم إن شاء الله. كابتن أحمد شيحة، أنا مدرب قطاع ب، مدرب حراس مرمى قطاع ب، ومدرب حراس مرمى قطاع أ 2009 و2008. بتستعد لبطولة الحريف إزاي؟ والله احنا الحمد لله شغالين على الاولاد كويس، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل الاولاد لمستوى كويس، و يعني الحمد لله. معانا الكابتن محمد شعبان المدير الفني لفريق 2007 بنادي العبور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. كلمني، بتستعدوا ازاي لبطوله دوري الحريف، خصوصا ان انتوا اول مره تشتركوا فيها؟ طبعا احنا ده السيزون الخامس لدوري الحريف، على مدار الاربع سنوات السابقه دوري الحريف عمل اسم كبير جدا، وخرج لعيبة على مستوى عالي جدا. هو بيتيح الفرصة لجميع الأكاديميات الموجودة والأندية اللي عندها صف تاني إن هي تعمل احتكاكات ما بينها وما بين بعضها. في لعيبة كتيرة جدا عن طريق دوري حريف خلال السنوات السابقة، طبعا احنا متابعين، راحوا أندية دوري ممتاز، فهو نواة جيدة جدا لأي نادي إن هو يقدر يبص على اللعيبة اللي موجودة في الأندية الأخرى أو الأكاديميات التانية. دكتور أسامة مصطفى، والد الطفل هنا مصطفى، في مواليد 2012 في نادي العبور، بقى لنا حوالي تقريبا 4 أو 5 شهور دلوقتي مشتركين في نادي العبور. كلمني عن بطوله دوري الحريف اللي ابن حضرتك مشارك فيها. والله كابتن مجدي رئيس القطاع وكابتن فيصل المدرب بتاع الاطفال يعني بلغنا ان في دوري ان شاء الله اسمه دوري الحريف، هيبقى فيه اشتراك بين نادي العبور وبين كذا اكاديميه وكذا نادي تاني. ادي فرصه كويسه جدا ان يحصل احتكاك بين الاولاد وبين بعضهم، بينمي مهاراتهم، بيديهم خبره اكتر في الملعب، ده غير التمرين طبعا اللي هو اليومي او شبه اسبوعي. فده بصراحه شايفه فرصه كبيره جدا للاحتكاك للاولاد ان هم يبدا مهاراتهم تعلى ومستواهم يعلى مع الوقت ان شاء الله. لا بصراحه بطوله جميله جدا، وهي بالذات في منافسه جدا ما بين الولاد وبعضها، وهنا النادي عامل شغل جامد جدا بصراحه، يعني عاملين حاجات حلوه قوي للولاد ومظبطين الدنيا جدا بصراحه. والله هم الولاد اصلا عموما يعني عرفوا عن الموضوع ده، ومش قادره اقول لك التحمس اللي كان فيهم يعني، بس انا في البيت عموما يعني في وقت للمذاكره ووقت للعب، فبس بيقعد بقى نلعب مع بعض في البيت، وازاي حاسب الجون هيجي فيك ازاي، وبس شويه انشطه كده. اسمي بلال. انس. مصطفى. سيف. محمد. النهارده كنتوا بتلعبوا ماتش ودي وكسبتوا كام؟ 4-0 4-1. مين جاب اللي جوان النهارده؟ انا كنت دفاع بس ما دخلتش جون. وانت كان ايه؟ جبت جون. تلعب ايه؟ بلعب راس حرب. وانت؟ جبت جون هجوم. انا حارس، ما جبتش حاجه النهارده. دخل فيك جون واحد. وانت؟ انا كنت بلعب يمين وجبت جونين. وليد مصطفى محمود، والد اللاعب ياسين وليد مصطفى، أكاديمية نادي العبور، مواليد 2011. شايف اشتراك ابن حضرتك في بطولة الحريف ازاي؟ لا شايف احتكاك كويس للاعب وللفرق كلها عامة، وتجربة الاحتكاك دي تزيده ثقة، منافسة قوية، يتعود على المباريات فيما بعد لما يجي يلعب مباريات مع أي فريق، يبقى عنده النفسية والقدرة والاحتكاك إنه يتعامل مع المباراة. اللي هو لازم ما تكونش متوتر عشان تعرف تلعب. استعد للدوري الجديد ازاي؟ ما كنتش متوتر عشان أعرف ألعب برضه. وأنت؟ ما تكونش متوتر عشان تعرف تلعب وتاخد كل تركيزك في الملعب. انت ما كنتش مشارك؟ كنت مشارك. عملت ايه في ماتش النهارده؟ حلو الحمد لله. حلو، لعبت كويس. وده كان تقريرنا في نادي العبور المشترك حديثا لدوري الحريف، كانت معكم اماني امام. كل الشكر لمراسلتنا المتميزة اماني امام والمصور المتالق محمد جمال، ولكل المسؤولين واولياء أمور نادي العبور، وإن شاء الله تكون بطولة مميزة. طبعا العبور من الملاعب اللي هتستضيف بعض المجموعات في دوري الحريف. كابتن حسين، يعني رجعنا لحضرتك تاني ونتكلم بشكل عام بقى عن استعداداتك السنة دي لدوري الحريف، طموحك إيه وهدفك إيه؟ والله كنت لسه بتكلم مع كابتن موني والكابتن إن احنا إن شاء الله يعني بنتمنى إن احنا أي بطولة قدامنا إن احنا ربنا يكرمنا وناخدها بالشغل اللي احنا بنشتغله والتعب اللي بنتعبه والامور اللي بتيجي وتروح معانا في كل مكان. المنتشر الوديه اللي بنروح نجرب فيها،
عشان نوصل للمستوى يهمنا ان احنا ناخد بطوله في الحريف. فنتمنى ده ان شاء الله يعني يستعد. عينك على بطولات معينه يعني داخل بخمس فرق او اربع فرق؟ فانا 2007 هنافس عليها، 2009 هبقى اللي انا بشارك عشان الولاد تشارك. والله اعتقد ان انا حتى كان بدخول الحريف السادي كمان ان انا حامل لقب الكاس في 2007 وحتى الدوري لولا الارهاق. كنت بكلم حضرتك ان انا الماتشات بلعبها 3 ماتشات ورا بعض، كنت ممكن اكمل كمان في الدوري ونطلع قبل النهائي. فلا يعني ان شاء الله يعني نلعب على بطوله الدوري دلوقتي تبتدي الكاس ان شاء الله 2007. يعني بتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه زي السنه اللي فاتت ويمكن احسن. و2011 ان شاء الله برضو اتوقع ان هم ان شاء الله السنه يعملوا حاجه باذن الله. كابتن ايمن، طموحكم ايه في الاكاديميه بشكل عام الفتره الجايه؟ عايزين تعملوا ايه؟ يعني اول حاجه طبعا الدوري ان شاء الله باذن الله لما نخش دوري الحريف ده هدفنا نمره واحد طبعا ان احنا ناخد البطوله. احنا دايما بنكلم الولاد كده ان انت بتلعب للمركز الاول، ما بتلعبش تبص لحاجه تاني. فدي نمره واحد طبعا في الدوري الحريف. نمرة اتنين باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر ان احنا نكبر الاكاديميه اكتر من كده، نوسع نعمل لها فروع، تبقى الاكاديميه نمرة واحد في مصر ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تطبيق مهم جدا وتطبيق من التطبيقات اللي الناس كلها بتتكلم عنها في الفتره الاخيره. عامل شغل كويس. ايجيبشن كوتش. ايجيبشن كوتش. انت المدرب. انت المدرب. ده ايه التطبيق ده يا كابتن؟ والله يا كابتن محمود هو فكرته استاذ مصطفى عبده، يعني لما جه عمل ابلكيشن حب ان هو يعمل ابلكيشن يعتبر زي استوديو تحليلي بس مش محتاج ان انت تستنى حد على التطبيق كده يا كابتن اللي هو موجود على الشاشه ده، علشان لو حد عايز يعمله داونلود او ينزله ويبدا يشترك فيه. ايجيبشن كوتش. كوتش اللي انت حضرتك المدرب هتشرح لنا بقى بيشتغل ازاي. موجود يعني على الابل ستور وعلى التاني اللي هو بتاع سامسونج بلاي ستور. بلاي ستور وابل ستور موجود. هو فكرته ان انت تبقى انت المدرب. يعني هو التطبيق فيه حتى الاكاديميات ان انت تشاير موهبه عندك او ان انت في شات للانديه اذا كنت اهلي او زمالك او ايا كان الانديه. بتشترك في التطبيق وبتحط انت بقى تشكيلك يعني وجهه نظرك او شايف ان النهارده الاهلي او الزمالك يلعبوا، شايف انهم يلعبوا 4 4 2 4 3 3 انت ساعتها بتشير تشكيلتك وكل الشات اللي معاك في النادي ده بيشير تشكيلته وبيتعمل زي مسابقه كده وسحب وبيكسب بقى اللي بتوقع التكتيك والتشكيل الصح. يعني هو تطبيق يعني مميز ما حد يعني ما كله هينزله. الدوري المصري بقى كابتن ولا شامل؟ في ايجيبشن كوتش وفي سعودي كوتش. يعني دلوقتي ان شاء الله يعني هيعمل حاجه. ايجيبشن كوتش يعني ايجيبشن كوتش ده كله الدوري المصري. الدوري المصري. الدوري المصري. كل ماشي في الدوري المصري. كل حاجه في الدوري المصري، موهبتك انت المدرب، في الفار، في تصويت الجماهير للمدربين والحكام الفار ده. الفار ده عباره عن ايه؟ يعني التطبيق بيتكلم عن ايه في الفار؟ الفار بيجيب الخطأ مثلا التحكيمي وبيعيد نشره تاني وبيشوف اذا كنت اللي انت بتشوف الخطأ ده صح او خطأ. بيقيم الفار يعني بيقيم الفار. قرار الفار. بيقيم الفار. هو المشترك بيقيم قرار هو الفار. انت تقريبا استوديو تحليل في بيتك او كل واحد في بيته، فبيبتدي ان هو يشوف الفار ده من وجهة نظره ويشوف اذا كانت الكرة صح او مش صح. تمام. سواء يعني اب متميز جدا، يعني بنصح ان الكل ينزله، متميز جدا يعني. فسو في طبعا سعودي كوتش بس هو يعني دلوقتي حاليا ايجيبشن كوتش ده يعني كل حاجه كل ما يشمل الدوري المصري موجود فيه. تمام. كابتن ايمن كلمه اخيره بقى حابب حضرتك تقول ايه؟ والله يعني احنا بنشكر حضرتك وبنشكر الدوري بتاع الحريف وبنشكر الكابتن حسين وكل الكباتن اللي معانا في الاكاديميه. ربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ويعني من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن حسين بشكر حضرتك طبعا على الاستضافه الجميله دي وبوجود كابتن موني، وبشكر طبعا كل الكابتن اللي معايا، مش عايز انسى حد، كابتن سيف، كابتن منال، كابتن جوجو، كابتن ماما مدرب حراس، اولياء الامور، جمال لاعبين، كل الناس اللي في ظهرنا اللي بتنجح الاكاديميه وعايزاها تبقى من احسن الاكاديميات الموجوده في مصر. مش لازم نبقى احنا احسن اكاديميه بس نبقى حتى في المصاف الاولاني. فبنتمنى ان شاء الله يعني كل سنه ان احنا نحقق نجاح للولاد. يعني بتمنى ان كل سنه الولاد يبقوا بيكتسبوا خبره بحيث ان هم
كل حد ربنا يكرمه يروح بنادي ربنا يكرمه ان شاء الله في مستقبله اللي جاي ان شاء الله تبقى من افضل الاكاديميات في مصر. احنا بنشكرك شكرا كابتن محمود جزيلا نورتنا النهارده كابتن حسين وكابتن ايمن. طبعا تهنئه من برنامج الحريف للكابتن اسلام ماندو المدير الفني لاكاديميه ليدرز، خطبته يوم 15/11 زي ما قال لي على الواتس، احنا بنهنيه من برنامج الحريف برضو من المدربين المحترمين في دوري الحريف. وبنعتذر لعبد الرحمن اسماعيل ابراهيم لاعب الانتاج مواليد 2002 ومحمود عماد ابو شامه لاعب الاسماعيلي مواليد 2007، كان المفروض يكون ليهم فيديو تقرير النهارده ولكن لظروف فنيه معينه تعذر اذاعه التقرير، ولكن ان شاء الله يكون موجودين في الحلقه اللي جايه. هسيب حضراتكم مع تقرير اخير لنادي الساحل مواليد 2001 اللي هم كانوا الترسانه قبل كده ولكن السنه دي بقوا موجودين باسم نادي الساحل، هيلعبوا في دوري منطقه القاهره 2001 مع الكابتن ناصر ابراهيم والكابتن سلامه والكابتن كريم المصري. هنشوفهم قالوا ايه واستعدادهم ايه لدوري منطقه القاهره مع الزميله اماني امام ومحمد جمال. ان شاء الله نلتقيكم على خير يوم الاثنين المقبل الساعه 11 مساء. حضرتك كابتن سلامه لماش المدرب العام فريق ترسانه 2002. طبعا الموسم القديم خلص وحققتوا المركز الكام وتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ طب هو الموسم القديم اولا ما اكتملش، طبعا كورونا والدنيا والعالم كله وقفت، احنا كنا يعني فنشنا ثالث لكن كان لسه لينا ثلاث اربع ماتشات، الاربع ماتشات دول كانوا هيحددوا مصير ان احنا يا ثاني يا اول. الحمد لله رب العالمين كان موسم كويس استثنائي حصل اللي حصل الحمد لله. الموسم الجديد الحمد لله رب العالمين من ان الاولاد من اختبارات، يعني لفينا محافظات وجبنا لعيبه من على اعلى مستوى، بدانا معاهم فتره اعداد. ده النهارده كان فيه ماتش ودي اول ماتش للفرقه، الحمد لله كسبانين 4-2 لكن فرقه واقفه على رجليها. الحمد لله بنستعد للموسم الجديد بشكل رائع. لا انا بوعد المنظومه بوعد الدنيا كلها ان شاء الله ان السنه دي هنبقى اول لا تاني ولا تالت، هنبقى اول باذن الله وهننافس بصوره طبيعيه ان شاء الله. معاك احمد محرر. تلعب فين؟ في نادي الترسانة. مواليد كام؟ 2003. بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ دلوقتي احنا ان شاء الله مجهزين موسم جديد على اعلى مستوى، بنحضر خمس تمرينات ونلعب بدني وشغل عالي وكده يعني باذن الله، وان شاء الله موسم جديد هنعمل حاجه كويسه باذن الله. النهارده كان عندكم ماتش ودي فعملتوا ايه النهارده؟ لا النهارده كل اللاعبين يعني كانوا كويسين جدا وكل واحد اشتغل على نفسه والكابتن ناصر كان بيحفزنا وكل اللاعبين كانوا مشجعين بعض يعني. محمد عبد الفتاح حسن. بتلعب فين؟ ترسانة. مواليد كام؟ 2003. بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ والله كابتن ناصر مدرب الفني وكابتن سلامه المدرب بيعملوا معانا شغل جيد في الملعب والحمد لله ربنا كرمنا الفتره الجايه. طموحكم ايه في الموسم الجديد؟ الدوري ان شاء الله. النهارده كان عندكم ماتش ودي استفدتوا منه ايه؟ استفدنا منه ازاي نحضر مع بعض نلعب مع بعض كره على الارض لعب جماعي احسن. احمد هدي. تلعب؟ بلعب بسرد باك. فين؟ في نادي الترسانه. مواليد كام؟ 2003. قول لي بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ احنا ان شاء الله باذن الله كده هنبتدي ان احنا طموحاتنا على المركز الاول ان شاء الله، ومع الكابتن ناصر ان شاء الله نوصل لحاجه كبيره باذن الله. النهارده في الماتش الودي كان ايه تعليمات المدير الفني ليك؟ قال لي ان انت تتاخر ابقى ورا المدافع الثاني بحيث لو اي غلطه كده ابقى وراه. والحمد لله اديت والحمد لله كان ماتش كويس واستفدنا منه. عبد الرحمن هشام في نادي الترسانه مواليد 2002. احمد حسام الدين خلف في نادي الترسانه مواليد 2004. بتستعد ازاي للموسم الجديد؟ طبعا بنستعد بدني بنتمرن خمس ايام في الاسبوع، ولو مثلا حد بدني بتاعه قليل الكابتن بيخلينا نتمرن برايفت، يعني بيروح يتمرن برايفت وكده، وان شاء الله موسم كويس ويبقى مركز اول باذن الله. طموحاتك ايه مع فرقتك في الموسم الجديد؟ ناخد الدوري ان شاء الله. ناخد الدوري واحنا بنحاول نموت نفسنا يعني عشان نحقق حاجه كويسه يعني. هو البرايفت يعني هو الكابتن حتى اللي صحيح. مثلا بيبقى واقع بدنيا بياخده بيحمسه بياخده يعني مثلا انا كنت في الاول مثلا مش قوي فخدني بدني يعني مثلا جابني يوم مع 2003 وقعدت اتمرن معاهم وبتاع بعدها رحت متصعد 2002 تاني. النهارده تعليمات المدير الفني كانت ليك ايه في خلال المباراه الوديه؟ هو كان على طول يعني هجومي مش هندافع، يعني بنهاجم عشان احنا عايزين نكسب عشان نبقى مركز اول وكده، يعني ما نقعدش ندافع
ونخاف وكده، لازم نبقى واثقين من نفسنا شويه. طبعا استفدت ايه النهارده من المباراه؟ لا طبعا استفدت كتير، لان احنا برضو لازم نلعب مباريات وديه كتير عشان نحتك اكتر عشان نخش الدوري جاهزين. وطبعا بنفس كابتن ناصر معانا وكابتن اسمه ده سلامه، هنحقق ان شاء الله مركز كويس. عبد الرحمن احمد محمد ياسين. تلعب فين؟ ترسانه. مواليد كام؟ 2004. زي محمد السعيد، بلعب في نادي الترسانه، مواليد 2004. قولي بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ ان شاء الله نعمل موسم كويس زي الموسم اللي فات مع كابتن ناصر والكابتن سلامه، ان شاء الله نعمل موسم كويس. النهارده المدير الفني عمل لكم ماتش ودي، استفدتوا منه ايه؟ استفدنا منه حاجات كتير، ازاي اتحرك في الملعب، ازاي نستلم تحت ضغط، وان شاء الله الموسم دوت هنقدم موسم كويس جدا مع الفريق. طموحاتك ايه مع الفريق السنه دي؟ ان شاء الله ناخد البطوله السنه دي ونلعب قطاعات، وان شاء الله نعمل موسم كويس. نفس الكلام برضو، ان شاء الله ناخد البطوله ونقدم موسم كويس، وبعد كده بقى ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. بلال ربيع محمد، بلعب في نادي الترسانه، مولود 2002. حسام احمد عبد الناصر، بلعب في نادي الترسانه، مولود 2003. احمد عرف سلطان، مواليد 2005، بيلعب في خط النص. قول لي بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ احنا الحمد لله ادينا فتره اعداد كويسه، وبدانا النهارده ماتش ودي والحمد لله كسبنا فيه 4-1. شايفك النهارده فيك اصابه، يا ترى حصلت على ايه؟ كان تمرين في الاسبوع اللي فات وكنا بنلعب تقسيمه واتصبت فيها يعني مع زميلي. بتستعدوا للموسم الجديد ازاي؟ السنه دي طبعا السنه اللي فاتت زي ما انتم عارفين كان في كورونا وكده ومحدش عارف يعمل حاجه والدنيا كلها اتقفلت، بس ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه جديده ونصعد قطاعات ونلعب جمهوري انا وزمايلي. ان شاء الله تكون سنه خير لينا وزمايلي، وان شاء الله والكابتن ناصر والكابتن سلامه والكابتن كريم الاداري ان شاء الله يعمل معانا حاجه السنه دي وان شاء الله خير. النهارده كان عندكم ماتش ودي، المدير الفني كان تعليمات ليكم ايه واستفدتوا منه ازاي؟ استفدنا حاجات كتيره مع ماتش وكسبنا 4-1، التباصيه واللمسه الحلوه، نقل الكوره كده استفدنا معاه وكسبنا 4-1 الحمد لله.